تمرين التجاوز. يهدف هذا التمرين إلى تدريبك على تجاوز المركبات الأمامية بطريقة آمنة. ولأداء التمرين اتبع الخطوات التالية: اترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة أمامك، تأكد من خلو المسار الأيسر من المركبات مع فحص البقعة العمياء، قم بتشغيل الإشارة اتجاه اليسار ثم أدر مقود المركبة نحو اليسار للدخول إلى المسار الأيسر، وزد في سرعتك لتتجاوز المركبة التي أمامك. بعد تجاوز المركبة بمسافة آمنة، قم بتشغيل الإشارة اتجاه اليمين للرجوع إلى مسارك مرة أخرى.